Dört taş. وين؟ لود اوت؟ ما هو راح. انا جوست. Move to the next area and secure the perimeter. Armor located. Huh? بعيدين عن الدوت هسه. انا ده الواحد شكرا دراع داون خويه جاي داخل فينيش تيم وايبس SMG marked. يلا جاي بس ادرع بس. Anything you need, go see that vendor. معي 10,000 انا. تقدر تجيبه من جوا صح؟ هلا اوكي عشان اديله فلوس كمان اشتري هو علم مليان حتى اسلحه حقهم اذا تبغاها برضو عندهم تبي من ال مركز الشرطه ما حد اخذه فين بشنطه الدروع بس شنطه الدروع خش تعال خش وقف نزل انا تحت انت اخذت الصندوق انت اللي اخذت الصندوق درم عليهم انا وسط الهناجر شو شغله فيه واحد بس ما يكون جوست الثاني يلا شرد
نزل نزل UAV is bingo fuel. RTB for resupply. When? طب نرجع نرجع السوق لورا لسه الزوم ما جات. Okay. I'll drive. هذا السيارة حقهم. مو نقزوا منهم وين نروح؟ ما في طريق هنا؟ لا فين؟ في ما في طريق حيكون في هذا السوق روح يسار ولا على طول؟ شيت! علقت الان اختها ماكس ريفايف فجأة أمنا لو كان في تروفي سيستم والله قاعد يستنى عند الباب الكلب وهذه ما علقت علقت يلا تعال فجرنا ايه لو عشقت كل موت اوكي عشان كملت ما اقدر انزل على اللودات حقي حيحركوا ولا شوف مو ايه علق الو فصل شكله وين هو؟ راضي يجري لك صح فلوس عشان نجيبكم مرة واحدة الاثنين ول 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 أنا في أسلحة لازم أقوم LMG here معايا هذا والله في اثنين ورايا أنا
في المستشفى فيه ناس. ما اقدر الحقنا. عندي اسلحة كويسة، عندي اسلحة كويسة. فكيت يو في انا قبل شوي كان وراي. وينو؟ مات؟ مع فلوس حط سلاحه. اشتري دروع، هذي بدروع اشتريت 8 معي خلاص. هذا فينا زيادة هنا. من فوق مبنى. لود اوت، والله قريب اللود اوت. بس اخذت من السلاح اللي قتلته ذاك، اخذت منه. في واحد في باقي المرة اللي شت عليه انا. لا اللود اوت مكشوف. في اثنين جايين علينا من الزون هنا. راح اللوداوت هو شكله. طيب شوف واحد، انا بنشوف فوق ونشوف تحت. لا ذا هذا محمد طالع. امسك في واحد، امسك تحت واحد، امسك فوق. انا فوق السلم اللي فوق. راحوا كذا. يلا عشان الزون جاي. شيت في واحد فوق نازل. في احد؟ يلا لنا. راح ورايا، يلعن جدهم ورايا. طلعت. يلا لا يكون الكوس. بس تبي عبد الرزاق؟ تعال انزل
انزل انزل انس ورايا كان. وينك انت؟ كان مفتوح وراك هو. في واحد 186 قدامنا 400 متر تقريبا. خلي مع الزون نتحرك نتحرك مع الزون. يلا معي يوبي انا كمان. طيب انتبهوا، هذا هو اللي طلق علينا من اول ما طلعنا. هو طلق علينا خشينا من الباب احنا. لا يجحنا من فوق انا بس. ايه لا نزل الجهة الثانية. داون نزل نزل. من ورا ما حد يقدر يطلع من ورا، بس حيطلع من السلم اليسار. اي شايف نزل كسرت له درعه. شيت فاك. انحبست في غرفة يا ام القهر. يلعن ام البلاها، اموت من الزون كذا. هاي شوف ام البلاها يا شيخ، مو راضي يطلع، مو راضي يطلع من ال شو اسمه. وراه حبست في يلعن ام القهر في الغرفه.